السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم طلاب الاعزاء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير آه، النهارده هنكمل الحلقه التانية من الوحده الاولى للصف الرابع الابتدائي ماده اللغه الانجليزيه احنا آه، المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات آه، شرحنا الدرس الاول وقلنا الكونفرزيشن اللي عليكم المحادثه آه، وقرينا الكلمات خلاص ولو فاتكم الفيديو اتفرجوا عليه ادي قلنا المحادثه وشرحناها ونطقناها مع بعض وترجمناها تمام وبعد كده دخلنا على الكلمات وان شاء الله النهارده هناخد الجرامر بتاع يونت يونت 7 اول وحده في الترم الثاني ركزوا بها معايا هي قاعده سهله جدا وجميله وهتحفظوها بسرعه هنقولها بسهوله احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الاسئله دي تمام وقلت لكم ازاي بنحلها مع بعض وسهلتها لكم وقلت لكم بطريقه سهله المره دي بقى هنقرا فيه كده ده لسن اند بوينت يعني لس يعني احنا بنسمع وبنشاور تمام هقراهم معاكم وهترجمها لكم اول واحده بيقول احنا شايفين صوره ولد ومع مامته هما برضو في الكيمست في الصيدليه مام وات تايم از ات مام What time is it؟ It's ten thirty It's ten thirty Oh no Oh no We are late We are late Please hurry Please hurry mom. هو هنا بيقولها ايه؟ بيقولها <hesitation> آه, ماما بين, يعني بيناديها بيقولها كم الوقت What time is it؟ ده تعبير على بعضيه بيبقى معناه ما الوقت لما اجي اسال عن الوقت فبيقول ردت عليه هي وقالت له اتس يعني الساعه كام عشرة ونص فقال لها اونو oh, no". طيب احنا خدنا صوت قبل كده في الفيديو اللي فات وقلنا كلمه واو لما اكون مندهش او بتعجب او يعني هي حاجه مفرحه لكن لما اقول الصوت بتاع نو oh, no", التعبير ده يبقى يا مس احنا كده بنقول حاجة زعلتني واو لما تبقى حاجة عجباني انه لما يكون في حاجة مزعلاني او مسبب لي يعني حزن ووبس لما اكون نسيت حاجة فهو هنا بيقولها او نو وير متاخرين بليز هاري من فضلك اسرعي يا ماما اللي بعد كده معانا برضو منى ومعاها الاسستنت يعني في محل بتقولها how much is ذا توث بيست قالت لها طبعا دي يبقى ده على السعر يبقى دي اسيستنت بائعه في محل فبتقولها how much is ذا توث بيست كم ثمن المعجون قالت لها اتس تو باوندز اتس تو باوندز يعني بتنين جنيه طيب انا هنا قلت تو يبقى لازم احط اس لكلمه باوند قالت لها واو ذاتس تشيب يبقى لها يعني رائع ده رخيص تمام طيب المحادثه الثالثه معانا بيقول هنا في بنت هي وقع على الارض وموتها بتجري عليها فقالت ايه اوتش اوتش ذات هيرتس ذات هيرتس او نو وات ا هنا طبعا احنا قلنا اوتش دي آه بتعبر عن الالم صوت بيعبر عن الالم لما يكون حاجه بتوجعني فبقول اوتش تمام ذات هيرتس يعني هذا يؤلم فمو مثلها قالت لها او oh, نو no. آه برضو ده صوت تعبير عن الانزعاج وقالت لها وات ميس يا لها من فوضى انتوا شايفين الصوره هي فلما الاقي فوضى او كركبه فبقول وات ميس وات ميس تمام طيب هنا بيقول لي وات did سكره فايند ايه اللي سكره آه لقيته فبيقول لي ايه سكر فاوند فايف باوندز سكر لقيت خمسة جنيه <applause> بالكو كده متلو فلوس في الأرض <applause> طيب فبيقول لي سكره فاوند فايف باوندز طبعا احنا لما قلنا آه رقم معدي ال1 ال يبقى لازم احط ليه الكلمه اس الجمع تعالوا بقى نشوف القاعده بتاعتنا النهارده البراكتس تايم بتتكلم عن ايه فالقاعده النهارده بتتكلم على حاجتين هاف او هاز لو فيرب تو هاف فعندي have او has هاف بتيجي مع الجمع وهاز بتيجي مع المفرد وبيتكلم برضو على و واني فهنشرح كل حاجه مع بعضيها والنفي والاثبات وكده وامتى اختار صم وامتى اختار اني اول حاجه هنا لما اختار صم بتيجي في الاثبات في الايه الاثبات تمام طيب اني تيجي في السؤال والنفي خلاص يبقى انا عندي صام بتيجي في الاثبات اما اني تيجي في السؤال والنفي صام بتيجي في سؤال تاني بس مش عليكم السنه دي اني تيجي سؤال ونفي يعني الاقي ما كويستشن يعني مارك علامه استفهام او الاقي نفي بدونت او بdoesn't. يبقى اختار اني طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا بيقول ايه احنا عندنا هاف احنا عندنا ضمائر فاعل سبعه انتوا كلكم عارفينهم اي يو هي شي ات يو وي زي تمام طيب احنا دايما عارفين ان دول اربع اخوات هم بيجوا مع بعض لازم يجوا مع بعض اي ذي وي يو انا وهم نحن انت او انتم والتلاته دول اخوات بيجوا مع بعض هي شي ات هو وهي وهو هي الغير العاقل طيب الاي دايما بتتعامل مع عمله الجمع ودايما تيجي مع الجمع فبيقولي اي وذي ويو وي لازم ياخدوا هاف لازم ياخدوا have يعني اقول أي هاف ، they يو هاف ، وي هاف تمام طيب أما هي has, ،شي has, ،إت has. طيب أنا لو لقيت يا مس أه اسم مثلا اسم ولد أو اسم بنت منى مثلا أو علي لو منى بس أو علي بس يبقى أنا هقول has يعني هقول منى has أو علي has لكن لما يقولي منى اند علي يبقى انا هقول هاف لان انتوا عارفين وخطوة في العربي اللي بيزيد عن اتنين يبقى جمع خلاص فهقول هنا لو عندي اسم جمع زي مثلا كلمة الاطفال فهقول هاف تمام طيب لو انا قلت هاف او يبقى انا كده اثبات عشان ما عنديش هنا نفي قبليهم فقل في الاثبات احنا بنختار صم يعني اقول اي هاف سم واجيب وراه اسم جمع يعد او لا يعد عاد الاتنين شغال معاهم خلاص فانا هقول اي كلمة من الكلمات دي ماني صوب شامبو ميك اب بيرفيوم ميديسين توث بيس سانسكرين اي كلمه من دول هنجيبهم بقى بعد سم واعمل بيهم جمله فهنا هقول لو قلت اي هتاخد هاف طب لو قلت هي هاز بعد هاف او هاز لازم اختار سم وبعدين اجيب الاسم يعد او لا يعد خلاص طيب تعالوا نشوف اكزامبلز هنا عندنا امثله بتقول ايه اي هاف سم صوب اي هاف سم صوب فبتقول انا معايا يعني هنا معناها هاف معناها يمتلك وهاز برضو فعل يمتلك بس مع انا يبقى اقول انا امتلك وكده فبيقول اي هاف سم صوب انا امتلك انا او انا لدي بعض الصابون طيب لو بنت هتقول لو ولد هيقول ايه هي طبعا الهي هتاخد ايه هاز فهقول هي هاز سم medicine يبقى انا قلت هنا عشان الولد مفرد فياخد هاز وأدمج الجمله مثبته يبقى اختار سم واجيب اي حاجه اللي في الصوره قدامي بكتبه رقم ثلاثة آه بيقول لي they have some money طيب احنا قلنا زي زي دي مع الجمع تمام فهتاخد have على طول طيب انت يا جمله مثبته ولا منفيه مثبته يبقى اختار صم فهمتوا كده معايا الاثبات يبقى انا في الاثبات بشتغل على حاجتين يا هاف يا هاز الجمع ياخد هاف والمفرد ياخد هاز خلاص طيب الجمع مين اي يو وي وزي والهاز هي وشي وات خلاص ودول معاها اي وي يو ذي تمام خلاص فعندي هاف بتاخد الجمع وهاز بتاخد المفرد أدم ما قلت هنا مثبت يبقى لازم الاتنين ياخدوا وراهم صم ومحدش يقول صم عشان الاو لا ما الاو جاي ما بين حرفين ساكنين يبقى أنطقها اي فهتبقى صم تمام سابقولك احفظ الحاجة دي يا صم أذكرها بكده فهمتوا كده معايا الاثبات طيب تعالوا نشوف بقى انا لو قلت انا مش معايا صابون انا مش معايا ميك اب مش معايا برفيوم هقولها ازاي مع... لما اجي انف بقى مع القاعده اللي احنا قلناها دي ركزوا معايا عشان فيها حته قد كده هو كله بيغلط فيها اي ويو وي وزي جايين مع بعض وهي وشي وات مع بعض طيب احنا قلنا هنا في الاثبات مع اي ويو وي وزي بياخدوا هاف طيب انا بقى عايزه اقول انا مش معي او هم معهمش او نحن لا نمتلك فهقولها ازاي dont have dont have dont have اقول i dont have they dont have we dont have you dont have طيب انا لو بقى هتكلم على المفرد هقول he doesn't have she doesn't have it doesn't have اسهلها عليكم اكتر احنا هي وشي وات دايما بيحبوا الحاجات اللي فيها اس طيب انا عندي دونت فيها اس لا يبقى خلينا في doesnt يبقى آه هي وشي إت يجي معاها doesnt طيب احنا كنا بنقول بعد آه هاف وهاس كنا بنختار صم. لا المره دي قال لي بعد dont have وdoesn't have هناخد اني عشان احنا قلنا ورا اني بتيجي في السؤال والنفي خلاص فانا هنا عندنا فهقول إني يبقى اقول I don't have any makeup خلاص تعالوا نشوف الامثلة اللي تحت هقول I don't have any shampoo he doesn't have any perfume they don't have any toothpaste فهمتوا يبقى هنا عشان اي فانا فيت معاها بدونت هاف اللي هي بتحب الاسات يبقى doesn't هاف ذي جمع يبقى دونت هاف وادام عندي نفي هنا يبقى نختار اني على طول طب ايه بقى الحته الصغيره اللي بتلخبطكم كلكم بتقولوا احنا مع هي وشي بناخد هاز وتروحوا جايين هنا وتقولوا لي دازنت has لا احنا هنا بنرجع الفعل لاصله بنجيب الفعل في المصدر بعد النفي دايما فهقول don't have و doesn't have فهمتوا كده يبقى أنا برجع الفعل لاصله برجع الفعل في المصدر أجيب have يبقى أقول don't have و doesn't have تمام طبعا لو جالي مثال مثلا وقال لي don't كذا يبقى have doesn't ونقاط يبقى have واقول اني ادام انا عندي نفي يبقى اني بصوا عشان اللي بيتلخبط مثلا ما بينهم انا عندي دونت ودزنت هنا فيهم ايه ان فتاخد اني اللي زيها زي اللي فيها ان اهو تمام تعالوا بقى نشوف امثله كده عشان تعرفوا تحلوا عليها هنا بيقول لي سبيس هاف سم ميك اب هاف سم ميك اب مين بياخد هاف ها يلا حلوها كده قبل ما انا اقولها هتبقى يو ولا شي ولا هي ولا ات طب انت يا مس قلتي ات وهي وشي بياخدوا هاز طب انا عندي هنا مين هاف يبقى مش متبقي غير يو اسهلها عليكم اكتر اكتر دايما الثلاثه الاخوات دول بيجوا مع بعض طلع انت المختلف خلاص يبقى انا مثلا عندي هي شي ات طب ما الثلاثه دول اخوات اساسا هم مع بعضهم كده سهلوا على نفسكم يقولوا عليهم اخوات عشان تبقوا عارفينهم فهي وشي وات اخوات فنجيبهم ايه مع بعض المختلف بقى طلعوهم طب يا مس لو جابلي مثلا اي ويو وي وحط لي شي <applause> لا طب ما انا قلت ادام الاربعه الاخوات مع بعض اي ويو وي يبقى دول اخوات يبقى نطلع مثلا هي الولد هو تمام فهمتوا كده هتبقى سهله معاكم جدا تعالوا نشوف هنا بقى بيقول لي ايه اي دونت هاف نقط سان سكرين ص ان ولا سم ولا اني ولا ا آه. طيب احنا لا شرحنا ان ولا شرحنا آه. يبقى ما عنديش غير سم واني طب انت مس قلتي سم بتيجي في الاجابه طب انت عندك هنا اجابه اثبات قصدي فلا انا عندي هنا الجمله منفيه هنختار اني هنقول اي دونت هاف اني سان سكرين تعالوا نشوف هنا ايمان طيب ايمان آه المفروض نعود عنها بالضمير مين شي وايمان دي مفرد حاجه واحده بنت واحده يبقى اقول ايه آه هتاخد ايه بقى يا هاز يا دازنت هاز لان دونت هاف وهاف بتجي مع الجمع طيب تعالوا نشوف هنختار هاز ولا دازنت هاف اختارها ازاي مثل ايه مفتاح الحل هنا معانا في الجمله اني هي اني اول ما أبص كده الاقي يعني. اني طب المساله اني في النفي يبقى اختار مين دازنت هاف جدعان طيب وي هاف اني توث بيقول احنا مع مش معانا اي معجون اسنان طيب انا عندي هنا هاف إيه قبلها يا dont يا doesnt احنا خدنا arent ولا weren't يبقى دول استبعدوهم يبقى انا هبص على dont او doesnt طيب انا عندي اني يبقى أنا في you have قلنا بيجي قبلها يا دونت يا doesn't نتك بقى على مين على الضمير ده we طب we انت we ده انت جمع المفروض تجي مع مين مع don't عشان احنا قلنا هي وشي وات ياخدوا doesn't تمام تعالوا بقى نشوف هنا ايه ازاي نكون جمله ونشوف ايه اللي غايب من الجمله ونحلها مع بعض هنا listen and repeat then practice with a bortenage. بيقول لك استمع وردد وبعدين حلها مع صديقك هنا بيقول لي آه بيديني هنا مفتاح حل بس كده وانا هعمل الجمله الاولى اثبات والجمله الثانيه نفي لازم كده الاولى اثبات والثانيه نفي فهنا بيقول لي هي وبرفيوم وميديسن فعندي هنا آه هي فهو هيقول ايه انا يعني عندي ها برفيوم ده هتبقى في الجمله المثبته اما ميديسين في الجمله المنفيه الاولى دي بتبقى اثبات الثانيه نفي فهنقول هي طب هي انت يا هي في الاثبات بناخد ايه بناخد هاز طيب بعد هاف او هاز المس بنختار صم يبقى اقول هي, هي هاز سم وهو مديني الكلمه الاسم الذي يو... لا يعد او اللي يعد هو مديهولي يبقى هي هاز سم برفيوم يعني هو معاه ايه بعد البرفان لو هنفي بقى تبقى سهلة هي يبقى doesn't على طول فيها اس doesn't have ولازم احط اني وبعدين اخد الكلمة اللي هو مدهالي يبقى هي doesn't have any medicine يعني هو معهوش اي دواء كلمة صم معناها بعض واني اي تعالوا نشوف هنا بيقول لي زي نقط ميك اب طب زي في الاثبات بناخد ايه ها يلا حلوها قبل ما اقول هتبقى هاف طيب هاف انت يا مس بعد هاف او هاز لازم نختار سم يبقى هقول له زي هاف سم ميك طيب في النفي هو حللها بيقول لي زي dont have any sunscreen معهمش اي كريم واك من اشعه الشمس تحت هنا جاب لي يو توث بيست تو ماني هنقول له يو هاف سم توث بيست الثانيه بقى عايزين ننفي مع يو هتبقى ايه don't have يلا نشوف الصفحة التانية هنا بيقول لي she has some soap هو هي تمتلك بعض الصابون طيب يبقى التانية هنعملها نفي مع she أنفي بإيه بي doesn't وأقول doesn't have ولا has ها احنا قلنا بنجيب ورا الفعل في المصدر نرجعها لأصلها يبقى have ما تجيبش حاجتين فيهم اس يعني ما ينفعش doesn't has no هتبقى doesn't has طب ناسين حاجه صغننه اه يا مس كلمه ايه اني خلاص طيب هنا بقى مسهلة عليا وحللها بيقول لي وي هاف هنجيب الكلمه اللي هو مديها دي وهنحطها هنا تبقى سانس كريم كريم موقف من أشعة الشمس هنا نعمل جملة لوحدنا مديني الضمير يو فانا في الاثبات بختار هاف تمام وبنجيب ايه مع هاف وهاز سام واكتب له الكلمه اللي هو مديها دي ميديسين خلاص طيب هنا برضو هو عاملها في النفي بيقول لي يو دونت هاف اني ميك انت مش معاك اي مكياج اي هاف سام شامبو بيقول لي انا امتلك بعض الشامبو طيب هنا هننفيها فهتبقى اي don't have any soap تمام مش معاه اي صابون هنا اخر واحدة بيقول لي she has some هو مدهني الكلمة اهو فانا هكتب هنا money شايفين برضو الاو فقلت money مش موني ماني عشان جاي ما بين حرفين consonant ساكنين طيب هو نافي هنا بيقول لي she doesn't have any toothpaste هي مش معاها اي معجون اسنان خلاص كده كانت الجرامر بتاع الدرس التاني ان شاء الله الفيديو الجاي هحللكم الامتحان ده عشان الفيديو ما يبقاش طويل فان شاء الله نحل الامتحان ده مع بعض وناخد الدرس التالت بإذن الله ونشوف ايه اللي معانا ان شاء الله معاكم كده في الامتحانات الامتحان هيبقى على الوحدة الأولى والتانية خلال الشهر ده فلازم تتابعوا معايا وتكونوا مصحصحين وأي حاجة أنا بنزلها لازم تذكروها يعني تسمعوها منه وبعدين إن أنتوا تطبقوا عليها في الكتب معاكم خلاص هشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله والسلام عليكم